بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده هتكلم مع حضراتكم في مجموعه مهمه جدا جدا من الاخبار، مجموعه كبيره جدا وخطيره، فيها اخبار خطيره جدا جدا زي تصريح نجل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك: خلي عندك دم وسيب مصر كفايه. اللي بعد كده وهو تحذير من هيئه الارصاد الجويه واجازه جديده للعاملين بالدوله، وتحذير لكل من تخطى سن 60 عام، واثيوبيا تلعب في جيولوجيا الارض. نشوف مع بعض ايه هي الحكاية لكل خبر من الاخبار دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. في البداية هنتكلم عن هيئة الارصاد الجوية اللي بتقول لحضراتكم: استعدوا للقادم واعلان حالة الطوارئ، الارصاد ظاهرة تؤثر على البلاد. اعلنت هيئة الارصاد الجوية عن تغيرات في حالة الطقس خلال الايام القادمة، واوضحت ان هناك ظاهرة ستؤثر على جميع البلاد وهي ارتفاع مرعب في درجات الرطوبة، وأكدت أن نسبة الرطوبة تخطت 90%، وهذا يؤثر على شعور الإنسان بارتفاع درجات الحرارة. وده ياخدنا للخبر اللي بعديه وهو المتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة وهي إثيوبيا. بيان عاجل من السلطات المصرية للسلطات الإثيوبية بعد احتجازها لمياه سد النهضة أو مياه نهر النيل: إثيوبيا تتلاعب بجيولوجيا الأرض وتستدعي الحرب مع الجانب المصري والسوداني. كشفت مستشارة ترسيم الحدود المصرية وقضايا السيادة الدولية أن إثيوبيا تتلاعب بجيولوجيا الأرض، وذلك من خلال احتجازها لأطنان من المياه في بحيرات صناعية بجوار السد. وقالت أن هذا يعتبر اختراق واضح للمجاورة مع مصر والسودان، وأكدت أن أعمال ملء سد النهضة واحتجاز أطنان من المياه في مياه نهر النيل في سد النهضة هو جنون حتمي. وقالت أن ما يحدث الآن هو الذي تسبب في وجود سيول على كل من مصر والسودان في هذا التوقيت من العام على غير العادة، والكارثة الأكبر في تحول المياه إلى سائل من سائل إلى بخار، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل جنوني على كل من مصر والسودان وإثيوبيا نفسها. وقد قدمت مصر بيان تحذيري لوقف ما يحدث في إثيوبيا من استكمال احتجاز المياه، وأن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية على الإطلاق، وأن ما يحدث الآن هو انتهاك واضح لحقوق مصر في مياه نهر النيل. الخبر اللي بعد كده معانا وهي أجازة 3 أيام للعاملين في القطاع الإداري في الدولة والبنوك العاملة في مصر. أجازة جديدة للعاملين بالدولة والبنوك أعلنت دار الفلك المصرية عن موعد المولد النبوي الشريف، والذي تحدد يوم الاثنين 16/9/2024، وأن أجازة المولد النبوي سيتم ترحيلها ليوم الخميس 19/9/2024 بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عشان تكون الأجازة 3 أيام: يوم الخميس 19 والجمعة 20 والسبت 21/9/2024، ويتم العمل مرة أخرى في يوم 22 يوم الأحد 22/9/2024. الخبر اللي بعد كده معانا هو عاجل لمن تخطى سن 60 عام، تحذير من البريد المصري وبيان تم نشره على الصفحة الرسمية لهيئة البريد المصرية. عاجل لمن تخطى سن 60 عام، حذر البريد المصري من رسائل أرعبت ملايين المواطنين المصريين، حيث يطلب برسائل نصية من العملاء الإدلاء ببيانات شخصية وتفصيلية عن بيانات المواطنين. وقالت هيئة البريد المصرية أنه من خلال المتابعة والرصد تبين ورود رسائل نصية للمواطنين من خلال هواتفهم المحمولة، سواء من أرقام مصرية محلية يعني أو دولية، يطلب من خلالها من العملاء بيانات تفصيلية، وخصوصا من هم فوق 50 عام والـ60 عام. هنا طبعا بيتصيد الأخطاء أو بيتصيد أصحاب المعاشات اللي دايما الحقيقة بيقعوا في الفخ ده أكتر ناس الحقيقة. وأصدرت هيئة البريد المصري بيان عاجل أنه لم يطلب من السادة العملاء أي بيانات أو تحديث لأي بيانات التي تخص الحسابات لهم، وأيضا لم تطلب هيئة البريد المصرية دفع أي رسوم إضافية من خلال المحافظ الإلكترونية إطلاقا. هنا طبعا بيطلب من حضرتك أنه تحدث البيانات، أو أنه حضرتك الحساب بتاعك مدين ولازم تسدد المديونية، أحول لحضرتك الفلوس إزاي؟ بيكون من خلال فودافون كاش، أو أنه الحساب بتاع حضرتك بدأ يتوقف وعلشان خاطر الشهر اللي جاي تقدر تقبض معاشك لازم تنشط الحساب وهتحولي مبلغ على فودافون كاش، أو أنه الحاجة الأبشع أو الأخطر من كل ده أنه حضرتك تمليه بيانات الكارت بتاع حضرتك، وده الأخطر على الإطلاق. قالت هيئة البريد المصرية أنه لم يطلب دفع أي رسوم إضافية من خلال المحافظ الإلكترونية إطلاقا، وأن التعامل مع هيئة البريد المصري فقط تكون من خلال الشباك.
إنما هو ابتكار فقط لطرق جديدة للنصب والتحايل على العملاء. وشددت هيئة البريد المصري على عدم إعطاء أي معلومات خاصة بالحسابات مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقات أو الرقم السري أو رقم البطاقة نفسه أو موعد انتهائها أو رقم البطاقة الشخصية، وأيضا عدم فتح أي روابط تأتي إلى حضراتكم من خلال الرسائل النصية التي تستهدف في الأول والآخر الاستيلاء على مدخراتكم برجاء اتباع التعليمات. هو ده البيان اللي صدر عن هيئة البريد المصري لكل المتعاملين مع هيئة البريد المصري. هو ده البيان ده موجود لهيئة البريد المصرية، وفي بيان زيه بالظبط يشبه لي من القطاع المصرفي ومن البنك المركزي ومن كل البنوك العاملة في مصر. فنخلي بالنا من الموضوع ده كويس جدا جدا، ولا تفتح رابط ولا ترد على حد بيتصل بحضرتك يقول لك مليني ارقام او اي بيانات، او انه يعني يطلب من حضرتك انه انت تحول له اي مبالغ ايا كانت مهما كانت مبالغ بسيطه. الخبر اللي بعد كده معانا هو بيخص النجل للرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، علاء مبارك بيهاجمه، خلي عندك دم شويه وسيب مصر كفايه. مين اللي كان بيقول له كده؟ نجل الرئيس الاسبق، نجل رئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان بيتكلم وكان بيهاجم قيادي في حركة حماس اسمه موسى أبو مرزوق عند مهاجمته لمصر وتصريحاته الأخيرة عن مصر، حين قال أنه ينتقد موقف مصر في الوساطة المصرية بشأن ما يحدث في مجازر غزة، وقال له أن مصر لم تتقاعس في يوم من الأيام على مدار السنوات الماضية كلها بشأن القضية الفلسطينية، وأنه على مدار التاريخ موقف مصر لا يقبل المزايدة من أبو مرزوق أفندي الرخيصة، وأن يخرج علينا في هذا التوقيت ليعلق فشله على غيره. وقال علاء مبارك هو فين مين اللي تسبب في هذه المذابح والمجازر، خلي عندك دم شوية، وبأنه حضرتك مش عاجبك موقف مصر أو دور مصر، ورينا دور حضرتك في وقف القضية وأوقف هذه الجرائم البشعة. طبعا ده كان قيادي في حركة حماس، ولكنه انتقد مصر بكلمات لاذعة، وانتقد مصر بأسلوب مش كويس اطلاقا، وانتقد موقف مصر في الوساطة ما بينها وبين ما بين اسرائيل وبين غزة، وقال انه مصر موقفها كان ضعيف جدا في الفترة الاخيرة، وانه هي كانت بتبدي المصالح الشخصية على القضية الفلسطينية. فنجل الرئيس محمد حسني مبارك علاء مبارك كان بيوجه له الكلمات دي وبيقول له خلي عندك دم شوية، لأنه مصر لم تتقاعس يوم في التعامل مع القضية الفلسطينية. طبعا التصريح بتاعه أو التويتة بتاعته دي وطبعا التصريح بتاعه ده أو التويتة بتاعته دي قلبت الدنيا كلها، لأنه ده قيادي كبير جدا في حركة حماس، ولكن أيا كان فعلا مصر طول عمرها واقفة جنب فلسطين وجنب غزة، والشعب الفلسطيني نفسه بيشهد بده. بتمنى كده ان يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لاي حد من حضراتكم، يقدر تفيد حضراتكم ولو بمعلومه واحده، وانتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ان شاء الله على خير، هنتقابل في فيديو جديد، في امان الله.